هناك شيء يفوق الفيزياء وهو الميتافيزيقيا. الكثير من النظريات الفيزيائية كانت ميتافيزيقية قبل أن تصنف ضمن الفيزياء الحديثة. السفر عبر الزمن، البوابات النجمية، الكيانات البعدية، كلها تعتبر نقاط تداخل بين الفيزياء والميتافيزيقيا. قبل أن أتكلم عن الكسوف كان يجب أن أتكلم عن سيرن. سيرن هو المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية. مشروعها الأساسي هو مصادم أو مسرع الهادرونات الكبير، The Large Hadron Collider. يعد مصادم الهادرونات الكبير LHC أكبر وأقوى مسرع للجسيمات الذرية في العالم، وهو مصمم لتصادم الجسيمات ذات الطاقة العالية جدا، مما يسمح للعلماء بمحاكاة البيغ بانغ الذي نتج عنه الكون، وبالتالي دراسة الجسيمات الأساسية للمادة لفهم طبيعة الكون. في الـ LHC يتم تسريع البروتونات (protons) أو الأيونات الثقيلة إلى سرعة مقاربة لسرعة الضوء (c) في اتجاهين متعاكسين داخل نفق دائري، وعندما تصل إلى أقصى طاقتها تصطدم في نقاط محددة على طول النفق أين توجد أجهزة كشف لجمع الديتا. عندما تتصادم البروتونات التي يتم حقنها داخل المسرع تطلق كميات هائلة من الطاقة، فتخلق لفترة وجيزة ظروفا مشابهة لتلك التي تلت الانفجار الكبير مباشرة، مما يسمح للعلماء بدراسة الجسيمات والقوى الأساسية التي تحكم الكون، وتنتج عن هذه الاصطدامات مجموعة من الجسيمات التي يتم اكتشافها وتحليلها بواسطة أجهزة كشف متطورة تحيط بنقاط الاصطدام. يستخدم العلماء هذه البيانات لفهم الطبيعة الأساسية للمادة والقوى التي تحكمها. وقد تمت العديد من الاصطدامات منذ أن بدأ الـ LHC في العمل عام 2008، وبهذه الطريقة تم اكتشاف بوزون هيكس عام 2012، والذي أكد وجود الجسيم الذي يعطي كتلة لجسيمات أخرى. ومنذ ذلك الحين استمر مصادم الهيدرون الكبير في العمل للحصول على المزيد من الديتا. لنفترض أنه لدينا جسيم واحد لديه طاقة E1 يصطدم أو يتصادم مع جسيم 2 لديه طاقة E2. المعادلة الأساسية التي تحكم تصادم الجسيمات في الـ LHC تجمع بين مبادئ الميكانيكا الكلاسيكية والنسبية لأينشتاين. تعرف هذه المعادلة بالعلاقة النسبية بين الطاقة والزخم. المعادلة هي كالتالي: E² equal MC² O² plus PC², أين E هي الطاقة الكلية للجسيم، M هي الكتلة خلال الراحة، C هي سرعة الضوء في الفراغ، و P هو زخم الجسيم momentum. فالجسيم الأول له طاقة E1 والجسيم الثاني له طاقة E2. مجموع الطاقة عند الاصطدام هو مجموع الطاقتين E total equal E1 plus E2. وحسب قانون حفظ الطاقة تبقى الطاقة الإجمالية للنظام ثابتة في غياب القوى الخارجية. لذلك خلال عملية التصادم التي لا تتم فيها إضافة أو إزالة أي طاقة خارجية، فإن إجمالي الطاقة قبل التصادم يساوي إجمالي الطاقة بعد التصادم، E total before equal E total after. فE total هو مجموع الطاقة التي تنتج عند التصادم، لكن رغم الكمية الهائلة من الطاقة الناتجة لا يمكن مقارنتها بالطاقة الناتجة أثناء الانفجار الكبير. الطاقة المنتجة في الـ LHC تبقى متمركزة وموجودة داخل المسرع. لكن لنفترض أن مشكلة تقنية ما حصلت في المسرع وحدث تسرب للطاقة التي نتجت عن التصادم، فسيحدث ضرر طبعا في المسرع وفي المركز وأيضا في المساحة حول المركز، لكن حسب البيانات لن يحدث انفجار كبير أبدا. هناك افتراض آخر يقول بأن تصادم الجسيمات يمكن أن ينتج عنه تفرد جذبوي مثل ما يحدث في الثقوب السوداء، لكن الطاقة الناتجة في المسرع رغم أنها كبيرة إلا أنها لا تصل إلى قيمة الطاقة التي تنتج عادة على المستوى الكوني. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي ثقوب سوداء يتم إنتاجها في مصادم الهيدرون الكبير ستكون مجهرية وتتبخر بشكل فوري تقريبا بسبب إشعاع هوكينج، وهي ظاهرة تنبأ بها الفيزيائي ستيفن هوكينج. يعني تفقد الثقوب كتلتها وطاقتها بسرعة وتختفي قبل أن تكبر أصلا. ولكن يبقى كل هذا حسب الفيزياء التي نعرفها. وبما أنني لا أؤمن بالصدف، فلا أظن أن شعار سيرن 666 هو مجرد صدفة، وتمثال شيفا إله الدمار عند الهندوس والذي تكلمت عنه سابقا وهو نفسه إبليس الموجود في الساحة مجرد صدفة، وطقوس التضحية التي يقومون بها في المركز مجرد صدفة. من الممكن جدا أن يكون سيرن مركزا أو نقطة لقاء بين الفيزياء والميتافيزيقيا.